الخير مشاهدينا، 23 من شهر سبتمبر ذكرى عظيمة تتكرر 89 مرة، ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أعظم بلاد الدنيا وقبلة المسلمين، وأسمى صور الولاء والحب لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الكريم برجاله ونسائه وشبابه وأطفاله همة حتى القمة. وطبعا أكيد جهود هيئة الترفيه في كل مناطق المملكة حاضرة وواضحة أيضا وجلية، وتفاعل الجمهور معها مستمر طوال الأيام الماضية. الزميل مهند قحطان نقل لنا هذه الصورة نتابع. هذا اليوم عزيز على قلوبنا جميعا، ونحن فخورين بهذا اليوم، ويعتبر عيد لنا والكل فرحان. ونشكر الهيئة العليا للسياحة وهيئة الترفيه، وكما نتقدم بالشكر لسمو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، ونحن فخورين بهذا اليوم، وسعدنا بصقور الجو السعودية باستعراض الجميل والمميز. الوطن لا يمكن التعبير عنه في وقت زمني قصير أو شيء. الوطن وطن في قلوبنا، الوطن ننتمي له بشكل الأنواع. انتمائنا لا يمكن يحدد في وقت أو زمن محدد. الوطن ننتمي له، كل مواطن سعودي ينتمي للوطن انتماء غير مبالاة. يعني صراحة الوطن ينتمي له بأعماق قلوبنا. الله يديم العز على بلاد الحرمين، وإن شاء الله دائما أفراحهم فوق وعالية، وأقول الله ينصر إن شاء الله دولتنا على الحق، ويعينهم ويوفقهم إن شاء الله. نقدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وللشعب السعودي العظيم، أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظنا، ونسأل الله أن يديم لنا هذا الأمن في هذا الوطن المعطاء. يحق لنا أن نفخر وأن يحتفل شائبنا وصغيرنا ونساءنا ورجالنا بهذا الوطن. اليوم الوطني فرحة للجميع، وسعداء العالم الإسلامي كله يفرح للوطن، وطن القبلتين، وطن الحرمين الشريفين. للوقوف أكيد على جهود هيئة الترفيه في جميع مناطق المملكة معنا عبر الهاتف الأستاذ بندر الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة العامة. مساء الخير أستاذ بندر، وكل عام والوطن بخير. مساء النور أختي لميا، وكل عام والوطن والجميع بخير، كل سنة طيبين إن شاء الله، ومساءكم أخبار وانت طيب يا رب. الفعاليات للجميع في هذا العام وبهذه المناسبة الجميلة وبالذكرى الوطنية للمملكة العربية السعودية، ولكن إذا تحدثنا اليوم بشكل خاص في جانب الشباب، فنبقى نعرف أكيد ما هي الفعاليات التي وجدت تفاعل أكبر اليوم. الله يعطيك العافية أختي لميا، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة.
ومشي عليك وعلى مستمعينك مشاهدي الكرام جميع المستمعين. طبعا فعاليات إجابة على سؤالك، الفعاليات احنا مستمرين في اليوم الخامس من موسم اليوم الوطني بنفس الفعاليات وبنفس التنوع ونفس البرنامج بشكل عام. صحيح. اليوم احنا عندنا في 13 منطقة وخلينا نقول في كل مناطق المملكة جميعها عندنا احتفالات الهمة، وهذه في 15 موقع حول المملكة، وهي مواقع مخصصة للاحتفالات بشكل عام وبطريقة منظمة وبطريقة محددة. أيضا يواكب ذلك الحفلات الغنائية، وهي موجودة على مستوى المملكة بشكل موزع كبير، وصلت إلى 10 حفلات غنائية بشكل عام. أيضا لدينا برنامج تجارب السعودية، وهو برنامج يحتوي على ثراء كبير معرفي وتنوع كبير ثقافي وتراثي وفني، الهدف منه كيف أن الزوار والمستجدين كيف يتعرفون أكثر على السمات وعلى المكنوزات وعلى الأشياء الثقافية والفنية والتراثية التي يزخر بها الوطن من خلال برنامج يمتد على مدى 24 ساعة. صحيح. يطلع فيه الزوار على المهن، على الحرف، على الأنشطة، على البرامج اللي تزخر فيها مناطق المملكة ومدنها بشكل منظم ووفق إطار مجدول يقوم عليه منظم مخصص وبطريقة محددة. جميل جدا. طب أستاذ بندر، معالي المستشار تركي آل الشيخ كان له اهتمام كبير جدا بالمواهب الشباب، هل تم استثمار جزء من هذه المواهب في فعاليات همة حتى القمة؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بالفعل هذا المحور هذا المحور جدا بالنسبة لمعالي مستشار رئيس مجلس إدارة هي العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، يعني يكتسب أهمية كبيرة ويأتي على رأس القائمة حقيقة، يهتم كثيرا بالمواهب ويصل لهم ويتواصل معهم. صحيح، شفنا ذلك على تويتر. يعني هو شغل الشاغل بالفعل موسم اليوم الوطني بالفعل. يعني الحمد لله، يعني الآن لو تلاحظين كل الفعاليات وكل الاحتفالات اللي قاعد تصير وقاعد نستمتع فيها كلنا جميعا تحتوي على عناصر كثيرة من المواهب الوطنية ومن الكفاءات اللي تم استقطابها وإتاحة فرصة لها باستعراض مواهبها. أيضا ما يفوتني أشير إلى برنامج إلى ملتقيات الهمة اللي إحنا برضو ضمن البرامج اللي نظمها الهيئة في 5 مدن حول المملكة، كل ملتقى يتحدث فيه 5 من الشباب والشابات من ذوي القصص الملهمة بشكل عام، يتحاورون يستعرضون خبراتهم تجاربهم، يعرضون ما لديهم من خبرات التي تعكس مبدأ الهمة التي يتسم بها السعوديون بشكل عام. صحيح، شكرا لك أستاذ بندر الرياض الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه، وفعلا يعطيكم ألف عافية على المجهودات الكبيرة والجبارة واللي كانت مقدمة في الفترة الأخيرة وشهدناها في الأيام الماضية، وتستمر الفعاليات أيضا لليوم 23 من سبتمبر للاحتفال بالذكرى الوطنية للمملكة العربية السعودية. ومن هذا أيضا نروح لعمل جميل انتجته مسك الخيرية لليوم الوطن 89 بالشراكة مع السفارة الإماراتية في السعودية، نتابع وارجع لكم. أكيد مشاهدينا مكملين معاكم في تغطيتنا الخاصة لليوم الوطني، لا تروح بعيد، حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم على السريع.
أبدعتوا ما شاء الله تبارك الله. سعيدين جدا بمشاركة الجميع في اليوم الوطني، ومعايا في هذه اللحظات وفي الاستوديو من مدينة جدة جواهر أبكر، مؤسسة فرقة جواهر الفن. إيش الإبداع هذه جواهر؟ ما شاء الله تبارك الله، نورتونا اليوم في الاستوديو. بداية خليني أتعرف عليك أكثر ونتكلم شوي عن فرقة جواهر الفن. معاكي جواهر أبكر، قائدة فريق جواهر الفن الاستعراضية. طبعا فرقة جواهر الفن الاستعراضية هي فرقة متخصصة بالاستعراض والأناشيد، ومن هذا النشاط الفني يشاركوا فيها في عديد من الفعاليات، في الفعاليات العامة والخاصة، كذا يقدموا استعراضات وطنية ولعدة مناسبات. يعني أطفال كم أعمارهم تقريبا الموجودين اللي قدموا هذا الاستعراض الجميل اليوم؟ تقريبا من 7 ل 11 سنة. ما شاء الله تبارك الله. طب كيف بتبتكروا الرقصات؟ هل هذا الموضوع سهل؟ هل هي مسألة سهلة؟ والله أول شيء إحنا نختار الصوت، يعني إحنا الآن الفريق ما شاء الله عنده عدة أعمال خاصة فيه، فإحنا ننتج صوت، يعني نأخذ كلمات ولحن، طبعا أنا أكتب ولحن للبنوتات وهم ما شاء الله أصواتهم جميلة، نسجلها في استوديو معروف جميل، وبعد كذا نبدأ نأخذ النشيد، أبدأ أصمم عليه استعراض، وبعد كذا أبدأ أدربهم، هم ما شاء الله يعني استجابتهم طيبين يساعدوني. محترفات فيه. محترفات ما شاء الله تبارك الله. بما أن لين معانا اليوم في الحوار، لين كيف هل بتبتكري رقصات بتساعديهم بتعلميهم حركات جديدة؟ أيوة، إحنا يعني بعض الأحيان لما تلاقي استعراض يعني شيء يناسب للموسيقى أو الأناشيد اللي نعرضها عادة تستعين بي نساعدها، ونحاول نطلع أشياء جديدة عشان نفرحين. أيوة، ما تقلدوا أي أحد. ما نقلد. طب عادة كيف التدريبات بتكون معاكي؟ هل بيتفاعلوا معاكي بسرعة وبيحتاجوا وقت طويل عشان يتعلموا رقصة معينة؟ ما شاء الله تبارك الله عندي الجوهريات، يعني ما شاء الله مرة مبدعات ما شاء الله، يعني حتى أنا أحيانا أتفاجأ منهم. طبعا يكون عندنا في صالة نتدرب فيه، نجمع البنوتات ونعطيهم زمن مثلا ساعة ساعتين، نبتكرهم نعطيهم الحركات، وهم ما شاء الله تبارك الله حيمشوا معي على طول. طب لاحظنا كمان انكم تهتموا بالتصاميم اللي بيلبسوها البنوتات الجميلات، هذه تصاميمكم الخاصه فيكم؟ أيوة. حتى انت هذا مسؤوله عنه جواهر؟ ايوه. من جد ما شاء الله، يعني تكتبي الاغاني او الاناشيد وتلحنوها، والبنات الصغيرات صوتهم جميل يأدوا هذه زي ليونه ما شاء الله صوتها جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، وهي اللي بتأدي معاكي؟ هي كانت بتأدي النشيد اللي قبل شوي، كان هي تأدي ما شاء الله تبارك الله. طيب قد إيش الإيقاع مهم مع الاستعراض والحركات، إنه لازم يكونوا ماشيين على الخطوة؟ خلينا نخلي هذا الجواب للين عشان هي تحب الإحساس. الإيقاع جدا مهم في العروض، إذا ما مشينا على الإيقاع اللي في الأناشيد اللي نعرض فيها، أعرف إنه إذا بنت ما مشيت على الإيقاع ما حتعرف تعرض، هذا شيء مهم جدا. طب وكيف؟ قولي لي التكنيك اللي تمشوا عليه. مثلا كيف؟ مثلا أشغل لهم نشيد، يعني أحاول أخليهم يستمعوا أكثر قبل ما نبدا الاستعراض، في زمن معين مثلا الحركه كذا، في زمن معين كذا الحركه، فهم تلقائيا الاذن تكون يعني صاغيه، فتلقائيا هم حيستوعبوا متى يتحركوا متى لا. حلو. طب قولي لي كمان كيف بتكون تدريبات مع الايقاع؟ هل بتشوفي شيء صعب عليكي، ولا حتى اذا واحده من البنات معاكم غلطت بتحاولي تصلحي لها هي؟ ايوه، عاده لما البنات مثلا الصغار في الفريق اللي مثلا اللي ما تعرف تعرض، عاده يجي الكبار شوي يعني اكبر اشخاص في الفريق او البنات الكبار يحاولوا يدربوها ويعلموها الحركه كيف، عشان نقدر اول شيء عشان نكون متعاونين، ثاني شيء عشان نعرف نضبطها كلنا ويصير حل العرض يعني. حلو. طب جواهر كمان ايش نوع المسابقات اللي بتشتركوا فيها والمهرجانات اللي دائما بتكونوا فيها؟ طبعا فريق جواهر الفن حاصل على المركز الاول في مسابقة المواهب على المنطقة الغربية، يعني أخذنا في 3 مسابقات الأول على التوالي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وطبعا هم يشاركوا في كثير من الفعاليات زي الفعاليات الوطنية زي مناسبتنا اليوم الوطني. أحب أول شيء أمسي على كل اللي يتابعونا وأقول لهم كل عام وأنتم بخير والوطن بخير. طبعا نشارك في هذه الفعاليات اللي زي اليوم الوطني، فعاليات مدارس، فعاليات خاصه ذوي الاحتياجات الخاصه، الايتام، يعني نحاول قدر المستطاع ننوع في المشاركات. وهذا اللي كنت بسالك عنه جواهر، بما ان اليوم هو اليوم الوطني، هل قدمتوا عروض بهذه المناسبه قبل تجون اليوم ولا لسه اليوم ان شاء الله؟ قدمنا عروض وطنيه، طبعا احنا عندنا كليبات خاصه من انتاج فرقه جواهر الفن، طبعا قدمناها في الحجاز مول، كان عندنا مناسبة، وقدمنا برضو عروض في الريتسي مول وفي سباركيز، برضو بعض العروض الوطنية للجوهريات. حلو.
جميل جدا. طيب بما أن اليوم مجهزين كم أغنية وطنية وكم استعراض؟ هم ما شاء الله عندهم أناشيد وطنية كثيرة، بس الخاصة في الفريق ثلاثة. بس عندهم ما شاء الله وطنيات كثيرة، وكلها كانت من كلماتك. أيوة، برضو عندنا يعني أناشيد اجتماعية غير بأصوات البنات، مثلا قضايا اجتماعية، الأم، الأب، الأخ، كل واحدة عندها يعني بصوتها تقريبا نشيد أعمال خاصة. حلو، يبدعوا فيها الجوهريات. طيب لين، بما أن اليوم نحن بنحتفل بذكرى الوطنية للمملكة، أكيد بتكون مشاعرك جياشة ومبسوطة في هذا اليوم، فايش حابة تقولي للوطن؟ حابة أقول كل عام الوطن يكون بألف خير، وكل يوم نتطور ونصير أحسن، إن شاء الله يا رب خلي جميع المسلمين والسعودية بأمن وأمان. آمين يا رب. إيش حابة تكوني لما تكبري؟ لسه ما قرأت، ممكن أقول ما أدري، لسه ما قرأت يعني هذا الجواب ملحن، بقول ممكن لما أكبر أعرف أكتشف بسير. بس أهم شيء بتوفقوا بين المدرسة وبين العروض والتدريبات أيضا، اللي نحن حقيقة شاكرين وجودكم اليوم معنا. أكيد راح نشوف استعراض ثاني، أنا مشبعت من البنات، فأبغاكم تجونا هنا عشان نبدأ الاستعراض الثاني اللي حنقدمه لليوم الوطني، إيش رأيكم؟ يلا يلا. جواهر الفن فرقة فرد على فرد، ترسل تحية للوطن حكام وافراد. يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن. أسسها قايد بالعزم خطط لقدام، عبد العزيز بعده خلف في الدرب يحزون، وشعبها من دونها في الحرب مقدام، جيل ورا جيل لجل مجده ينمون. دام الوطن عزوان سعودي، أنا
من هذا العمل الوطني الجميل ننتقل لأجمل المشاركات والفعاليات اليوم أمس في مدينة جدة. تحديدا شاركت 300 سيارة ودراجة في مسيرة وطن يوم أمس على الواجهة البحرية في جدة ضمن احتفال سجون جدة باليوم الوطني. شارك مجموعة من نزلاء السجون والإصلاحية في المسيرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى سجون جدة وسجون المملكة. وتفاصيل أكثر حول هذه المشاركة معنا عبر الهاتف سعادة اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة. ومساء الخير سعادة اللواء، لكم التهنئة باليوم الوطني. يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير والتهنئة للجميع، وفرصة طيبة حقيقة نكون عن رتانة خليجية. نحن أكثر أكيد سعادة اللواء، ولكن في البداية نود أن نعرف القيمة التي تحاولون غرسها في بيئة السجون في اليوم الوطني. الفرصة طيبة لرفع التهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. طبعا اليوم الوطني يمثل حقيقة لنا الأرض والذكرى والتاريخ، ويمثل لنا حقيقة الحاضر كما يمثل لنا المستقبل من خلال رؤية 2030. المبادرة التي كانت يوم أمس واشترك فيها نزلاء من سجن بريمان برنامج ثقة وكذلك من إصلاحية جدة، كنا الحقيقة نهدف من خلالها أن نأتي بشيء جديد على غير مثال، وكذلك نتيح الفرصة للنزلاء لكي يعبروا عن شعورهم بمناسبة اليوم الوطني. وإضافة لذلك اللي هو تم اللي هو رفع شعار سجون بمسؤوليتنا، وهو حقيقة شعار تم اللي هو رفع من قبل سعادة مدير عام السجون من قبل أكثر من سنة. شارك معنا كما تفضلتي فريق فرق إنقاذ وفرق تطوعية ومعتمدة حقيقة من إمارة منطقة مكة، وكذلك من العمليات الأمنية كفريق دراج جدة ب 200 دراجة، وكذلك فريق بابق للإنقاذ بمئة سيارة ذات دفع رباعي، كما تم المشاركة في مركبات من قبل مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة تحمل الهوية الجديدة، وهي الهوية التي تم تدشينها من قبل سمو سيدي وزير الداخلية قبل أقل من شهرين. نعم صحيح. طب كيف تفاعل شباب الإصلاحية والمساجين أيضا مع مبادرة من هذا النوع؟ كيف كانت ردة الفعل لعمل مستمر لعكس صورة واقعية وأيضا حضارية عن السجون، وكيف تتغير أيضا في الصورة الذهنية للمجتمع، وهل ستستمر مثل هذه المبادرات أو لا؟
طبعا اللي هو الصور، احنا نسعى طبعا تغيير الصوره الذهنيه. احنا فتحنا سجن الطيمان يعني البارح بالليل بعد انتهاء المسيره، كان هناك حفل ايضا تم تغطيته من بعض وسائل الاعلاميه وكنتم موجودين انتم، وكان حقيقه الحفل تغيير الصوره الذهنيه في بريمان ومواصل اليه واعاده التاهيل الموجود في سجن بريمان وفي برنامج ثقه، وكيف اصبح الان السجن لدينا يركز تركيزا كاملا على الاصلاح وعلى التاهيل وعلى وضع دورات للنزلاء، خاصة نستهدف حقيقة النزلاء من بقى على محكومياتهم أقل من سنة واحدة ليتم دمجهم في المجتمع، ومن خلال حقيقة نعم من خلال إعادة تهيئتهم. وكذلك هناك شركات القطاع الخاص وكذلك القطاع العام داخل اللي هو إدارة سجن بريمان يتم اللي هو التدريب النزلاء وتوظيفهم، إضافة لذلك هناك عقود شراكات مع تلك الجهات بإلزام التوظيف بعد اللي هو الخروج من السجن. نعم جميل جدا، شكرا لك سعادة اللواء ماجد بن بندر الدويش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة، والله يعطيكم العافية على الجهودات الجميلة والمبادرات أيضا اللي كانت يوم أمس، ونحن أكيد مشاهدينا مكملين معاكم، ولكن فاصل قصير وراجعين. خفاق اللواها وبيت الله يشمخ في حماها، وتاريخ وأمن مستتب ومجد مستمد من رؤاها، وجند لا تهاب الموت عزا وتعلي راية بلغت سماها، حباها الله إيمانا وأمنا فبارك ربنا فيما حباها، ورد الكيد عنها كل حين ومن فتن الأعادي قد حماها. آمين يا رب. طبعا في هذه الفقرة مشاهدينا نلتقي بأول فرقة نسائية للاستعراض العسكري انتشر صيتها في بين مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وخلال الأيام الماضية، واليوم شرفينا بالاستديو أكيد مودة المحمدي مؤسس فريق المودة، وأيضا أمل المالكي عضوة فرقة المودة، منورين اليوم الاستديو. لكن موهبة الشعر هذا موضوع لحاله مودة، ما شاء الله، يعني إيش المواهب هذه؟ نبي نعرف. والله كله من أجل الوطن، الواحد لما بيحب شيء لازم يبدع فيه، فإحنا أبدعنا من الجانب العسكري ومن الجانب الشعري. طب وعرفينا أكثر عنكم وعن فرقتكم، مو كثير يمكن يعرف البدايات بين مواقع التواصل الاجتماعي، هو هم شافوا الفيديو انتشر بشكل رهيب بس ما يعرفوا كثير عنكم كفرقة. أيوة إحنا فرقة عسكرية نسائية، فانبثقت الفكرة وكانت يعني مصدرها من حفلات قوى أمن الحج والعمرة التي تقام كل سنة. طبعا إحنا الواحد بيحب يشوف الاستعراض، يعني أنا ما عندي مشكلة أجلس يوم كامل أتفرج على الاستعراض، على الحركات، على المداهمات، جدا جدا أحبها. تستمتعي جدا. فحبيت يعني أخذت الفكرة ليش ما نجسده في المعارض النسائية داخل المجتمع النسائي بشكل مبسط. وقد وضحنا في الصحافة إنه مهما بلغنا من جهود، مهما بلغنا من تجهيزات، ما رح نكون مثل القوة الأساسية. أكيد جنود أيوة. الوطن. لكن كنا بجزء مبسط من 5 جنديات وسوينا يعني من كل بحر قطرة. طيب أمل، كيف جات معاكم فكرة الاستعراض وكيف تطورتوا لين وصلتوا لهذه المرحلة اليوم؟ كلمتني الأستاذة مودة قالت لي حابة أنك تشتركي معنا في الفرقة، وفعلا صراحة عجبتني الفكرة وأيدتها معها وبدأنا من هذه أيه. الفترة أنكم نتدرب بدأنا شهر كامل شهر كامل 3 أيام في الأسبوع لمدة 3 أسابيع. جميل. طب الآن عشان نصحح الموضوع للمشاهدين، أنتم مؤديين يعني مؤديين استعراض عسكري بس ما لكم علاقة أبدا بالعسكرية؟ لا أبدا، إحنا فريق ترفيهي استعراض عروض محلية رسمية. فخرجنا عن النطاق الترفيهي تماما، يعني فعالية جدا قوية لليوم الوطني. حلو، اللي شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. طيب أمل، إيش نوع الاستعراضات اللي بتقدموها بشكل عام؟ هي استعراض العسكري، السلام الملكي والحركات بالسلاح وعملية مداهمة بسيطة وإلقاء شعر وطني مثل ما قبل قليل.
أجاني فضول، يعني ليش تخصصتوا بس في الاستعراضات العسكرية، وبما أنكم تقدروا تقدموا الكثير من أنواع الاستعراضات؟ لأنه شيء نادر عندنا في السعودية أن المرأة تقدم هذا الشيء. جميل، فحبيت أنكم تتميزوا وتختلفوا وتكونوا محط الأنظار. إيه صحيح. فنشاطنا الأساسي تجسيد شخصيات ديزني العالمية، فنشاطنا ترفيهي جدا خاصة في مجال الأطفال، وبرضو إحنا الأول في المملكة في تجسيد شخصيات ديزني العالمية للأطفال. طب مين بيطلبكم اليوم ويستفيد من مواهبكم؟ الجهات الرسمية، الجمعيات، المؤسسات، المستشفيات، ما شاء الله تبارك الله من شتى، يعني من شتى المملكة بيطلبونا، لكن إحنا مقرنا الغربية مكة جدة الطائف. وبأنكم صرتوا ما شاء الله تبارك الله حديث الناس في الأيام اللي فاتت، فكيف كان انطباعكم؟ هل توقعتوا هذا الصدى الكبير ولا لا؟ توقعتوا لأنه يعني شيء لأول مرة وجديد وغريب جدا خارج الصندوق تماما، حتى يعني سمونا بالأسطورة، يعني فرقة عسكرية. هل كمان فعلا حصل التباس عند الناس، هل أنتم قطاع حقيقي ولا استعراضي؟ التبست الفكرة جدا عندهم لدرجة بدأوا يعاتبونا على الأسلحة. بيقولوا يعني معاكم أسلحة تقليدية؟ الأسلحة مو حقيقية. تقليدية. أيوة لعبة. واضح. أيوة. فبعضهم بيقولوا طب ليش ما معاكم أسلحة حقيقية؟ يلا نزلوهم الميدان. فالتبس عليهم جدا، فإحنا بنوجه لهم رسالة، إحنا استعراض فقط. زي ما قلنا إحنا بس هدفنا تجسيد الشخصية العسكرية في المجتمع النسائي. لا. طب أمل، بالنسبة لك بما أنك عضوة في فرقة المودة، كيف كان انطباعك عن الانتشار اللي صار؟ ما شاء الله تبارك الله، ما توقعت أصلا، وما توقعت أنه في إقبال، يعني البنات يقولوا فين محلكم، نبغى نسجل معاكم، في فعلا تسجيل العسكرية ولا بس؟ لا، فيه أكيد، فيه بيكون للعسكرية، بس إحنا أنت فرقة استعراضية. أيوة. استعراضية. جميل. طب بما أنك مودة معانا، أعطينا قصيدة ثانية بما أنك بتقدمي قصايد للوطن. والله هذه القصيدة كانت من تأليفي، فهي اللي يعني خليناها ضمن البرنامج الأساسي. يلا نسمع. لا هي هذه اللي هي هذه. أيوة. ما عندي قصايد ثانية. لا إحنا خصصناها هذه الخاصة بالعرض العسكري كذا، وبإذن الله العروض القادمة بإذن الله نزيد. طب أيوة، من جد ليه ما فكرتوا أنكم تقدموا قصايد مع ايضا؟ انتوا بسمع الفيديو اللي شفناه وانتشر، تحطوا اغاني وطنيه او شعلات وتقدموا الاستعراض عليها، ما فكرتوا انكم تحطوها مثلا على شعر مستقبلا ان شاء الله؟ ايوه باذن الله، شغالين على المنتجات، بس حطيناها يعني تشويق للناس. وبعد ما الناس شافوا هذا الانتشار الكبير اكيد راح تطوروا اكثر من ادائكم. هل في اضافات راح تكون الفتره الجايه لفرقه الموده ولا لا؟ بإذن الله حتكون في إضافات ونطلع بمفاجآت للجمهور. إيش مفكرين على الخطوة الجاية؟ والله بنسعى لكذا خطة، بس نحب نخليها مفاجأة تطلع كذا. ما تبي تتكلم عن شيء، تبغي كل شيء يصير كل شيء لها صيتها، يصير لي صيت في مواقع التواصل الاجتماعي بإذن الله. طب خلينا نتكلم شوي على الانتقادات اللي جات، إنه مو متوقعين إنه فرقة عسكرية استعراضية نسائية تطلع يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ايش اثرت عليكم هذه التعليقات؟ هو طبيعي لكل فكره لها ايجابيات ولها سلبيات، مو فينا احنا، من جهه نظر المشاهد. فالنظريات السلبيه ابدا لا تؤثر فينا ولا باي حرف واحد. النقد البناء جدا نستمتع فيه، نحب نزيد من نستمع للنقد البناء، نحب نطور نفسنا. فالناس عندهم اصلا فكره انه العسكريه شيء جدا سهل، طلع رجل نزل رجل حرك سلاح. لا ابدا، هي تكتيك يعني بالاصبع. كيف تعلمتوا الحركات العسكريه؟ سالنا اهل الخبره وعبر مقاطع في اليوتيوب، فجدا دققنا يعني مع المقاطع في اليوتيوب في اشياء تعليميه، وسالنا اهل الخبره برضو فيها يعني، حتى كانوا يصححوا لنا. فالشيء يعني مسؤوليه كبيره، تعب جدا كبير على العرض البسيط اللي الناس شايفينه، هذا خلفه جهود جدا كبيرة. لأنه بنحتاج أنه الخمس جنديات في نفس الثانية يطلع رجولهم، في نفس الثانية يحركوا السلاح، في نفس الثانية يرجعوا السلاح. فالناس بتقول لا شيء بسيط، لكن لما تجي للميدان وللحقيقة حتلاقي شيء صعب. صعب جدا. صعب. بالفترة القادمة هل ممكن نشوفهم أكثر من الخمسة؟ بإذن الله، مع الانتشار ومع حب الناس. الناس حابة أصلا الشيء ده. أنا حقيقة جاني فضول أبعرف إيش راح تسوي للفكرة الجاية،
ما ينفع تبعدي فترة طويلة، الناس راح تنساكي، لازم تنزلي على طول هذه الفيديوهات. فايش مفكرة انك تسوي للفترة الجاية؟ بإذن الله أول خطة إني أكبر عدد الجنديات أو الجنود. إحنا عندنا فرعين، فرع رجالي للاستعراضات العائلية وفرع نسائي للمعارض النسائية. فبإذن الله نتوقع أن تصل إلى 15 جندي أو 15 جندية بإذن الله. وبما أننا اليوم في اليوم الوطني، أكيد حابين نأخذ منكم كلمة للوطن، أبدأها مع أمل. صراحة كمواطنة سعودية أحب أهني المملكة وقيادتها على اليوم الوطني، وكل عام والقيادة والأمة العربية بخير. مبسوطة يعني أنه. وبالنسبة لك مودة؟ أهني شعب المملكة وقيادتها وحكومتها، وأهني وأوجه تحيتي إلى حماة الوطن، فلولا هم يعني بعد الله ما كنا في أمن وأمان، وهم قدوتنا. أكيد. ونحن أيضا نشكركم على تواجدكم اليوم معنا بالاستوديو مودة وأمل، وأيضا نشكر المتابعين على حسن المتابعة، ومكملين معاكم في تغطياتنا الخاصة اليوم 23 من شهر سبتمبر. وننتقل الآن للرياض.